طالع الكاميرا شو صورتي ولا لا؟ ايه من ايه قاعد صور؟ هذا كله بلوفرز عادي. يلا انا طالع وجهي. لا لا طالع الكاميرا. انا كله قاعد طالع وجهي. ادري ما شفتش فيديو ثاني قبل. يلا بسرعه لان المفروض واحد اثنين ثلاثه. علاقه يعطينا النصائح شلون نصور. طبعا احنا مو فلوجرز فما ندري شلون نصور وشلون نبدا الفلوج. ويعصب يقول لنا سوي كذي. هاي شلونكم يا جماعه شو اخباركم وحياكم الله في يومنا الجديد. لا تنسون لا تنسون سبسكرايب. واذا حابين تشوفون يومي كله تابع معي الفيديو هذا. من يقول كذي حذر فزه علام. اوكي اليوم بس خلاص. اليوم عشان راح نسولف. اليوم راح نسولف عن حفلاتنا قبل. لحظة. يلا شكرا. راح نسولف اليوم حلقتنا راح نسولف فيها عن حفلاتنا قبل سواء الأعراس أو الأعياد الميلاد أو الحفلات بشكل عام والمواقف الحلوة اللي كانت تصير لنا واللي ما ننساها واللي ضحك طبعا خلف الكواليس. وتابعوا إن شاء الله تستمتعون وتضحكون وبس. طبعا اول شيء بقول اول عرس رحنا له كان ويا انا قاعده اطالع وجهي لان حاطين الكاميرا الاماميه فما قاعده اطالع الكاميرا وما قاعده اطالعكم. المهم طبعا اول عرس رحنا له غنينا فيه. كان علاء بس ايش كثر علي يقول لي علي صوتي يسوي لي كذي. زين اول عرس رحنا غنينا فيه كان ويا فرقه جاسم. هم اللي دخلونا عالم الغناء. لا مو الغناء. لا مو الغناء. عالم الاعراس يعني هم دخلونا غناء شلون نغني بالاعراس يعني اول نحي حفلات. اي شلون نحي حفله عرس. كانوا يعلمونا شلون مثلا اول شيء شنو نغني الاغاني بعدين لما تدخل العروس شنو نغني. فاول فرقه غنينا معاهم اول عرس كانت هي فرقه جاسم. بس حبيت اشكرهم من خلال هالفيديو يعطيكم العافيه وللحين ما ننساكم. اوكي شنو اول موقف؟ اي في وحده بالعراس اسمها يا اخوان دلوعه. شنو دلوعه البيت؟ دلوعه البيت كانوا يطلبونها بالعراس. فاحنا اول مره عرفناها كنا رايحين يعني بعد كم شهر كذي قاموا وايد يطلبونا اعراس نروح نغني يعني. فقالوا لنا دلوعه البيت حيوا دلوعه البيت. احنا عبالنا وحده من اهل المعرس او العروس يعني فحيوا دلوعه البيت. المهم او بيبي او اي فيت واحدة قدامنا كذي جت لي قدام الكوشه. احنا قلنا يعني يمكن انت بتزفنا ليش غنيتوا هالاغنيه. لا هالاغنيه ما نحبها او شيء. هالاغنيه ما نحبها او شيء. هي كذي قدام الكوشه ما راح تلف كذي توقف بعدين ترقص عادي وتلف كذي. احنا عبالنا استنزلت او شيء صدق يعني عبالنا قاعد تمثل حركه ضحك او شيء ولا هي رقصتها يعني هذا الرقصه مشهوره فيها. بس أمانة دمها عسل وما شاء الله أكثر العراس اللي نروحها نشوفهم طالبينها هي نشوفها بالعرس. وخلاص قمنا نعرف شنو أغاني اللي تحبها بعد ونغنيها كل ما أغنيتها وكل ما نشوفها خلاص قمنا نعرف شنو اللي تحب ترقص عليه وكذي. فتحية لها أيضا إذا كانت قاعد تشوف دلوعة البي واللي يعرف يوصل لها السلام. بس هذا الموقف اللي أول موقف شلون تعرفنا عليها يهدي. وكنا على أيامنا كنا نلبس ثلاثاتنا نفس الشيء وبوت يعني هذا الستايل الموديل يعني بوت. إذا كنا لابسين تيشيرت أبيض بوت أبيض. إذا كنا بنطرون مثلا أحمر البوت يكون أحمر على أبيض أو شيء يعني ستايلي فشل. بس لا يعني أول كان كشخة على وقته. إيه كان لا لا خليني أقول لكم موقف شو قد تسوي. نقعد أنا وشهود وشوق مثلا على الستيج يعني نغني ومندمجين نقول حق شوق مثلا ترى هالأغنية اللي راح نغنيها بعد يعني بس نخلص الأغنية راح نغني الأغنية الثانية مثل الأغنية الفلانية وكذي. وأنا وشهود مندمجين وكذي وقاعد نحيي ونشوف اللي يرقصون نشجع نشوف شوق قاعد تعلج وتغني. شلون تعلج وتغني ما أدري. طبعا فيها عادة شوق إنه لازم تعلج 24 ساعة يعني حتى لما قاعد تغني إيه نصور صور يعني مثلا صور حق مجلات أو شيء تشوفون علجي هني بالجنب تسوون يشيلون طلعي وتقول والله أنسى والله أنسى. المهم فنكون قاعد نغني وهي طالع كذي مثلا قاعد تغني للحين احبها ولا اني قادر انسى. طالع شو شويه مو معنا يعني ما قاعد تشجع معنا وكذي ولا شنو. بس تخلص الاغنيه بالبريك يعني نروح ورا الكوشف نقعد يعني نريح. فتقول لنا شفتوا العروس اللي مثلا او شفتوا الفلانه اخت المعرس اللي كذي راحت عند اخت العروسه وزفتها لان ليش كانت هي قاعد طال. احنا نقول لها ما شاء الله يعني
هل كم متر ما شاء الله عرفتي قصتهم مع هالازعاج وانت قاعد تغنين وهم تعرفين سالفتهم؟ تخيل قاعد تغني معاك كذي وعارفه سالفتهم هناك ما شاء الله. بنعرف سالفه نقول نسال شوق دائما دائما كذي. اي يعني عندها ميزه ما شاء الله قويه. ولما نجها طبعا مسك الملكه ني طبعا وقت البروبال لا مو وقت البروبال عن التجهيز ولما بويدك علينا وانت تتاخرين. طبعا مرات احنا نحط الميك اب حقنا احنا ونسوي شعرنا كل شيء مره صالون شيء ومسكت طبعا انا اطول ساعتين شنو عن الباب اي طبعا اطول ساعتين ومكياجي عادي مو حاطه شيء ما استنى فيها مره لا ثانكس زين فأطول ساعتين ثلاث احط ميك اب اخر شيء ميك اب عادي كحل وحمره بس ليش اطول ما ادري ادقق وانا وشوق كنا نخاف منها لما تسوي شعورنا لما كانت تسوي لنا على ايام الباف لان هي اذا سوت لنا باف والله نقعد بعدين بالشاور نبكي لان ما اقدر نبطل وايد تحوس باي وايد تسويش مره كنت حق شوق سوي لي باف طبعا شوق احسن وحده تسوي باف هي ما شاء الله خمس دقائق تحط الميك اب وتسوي شعرها وتخلص كل شيء على بطاريه وتعلج وتقعد تمسك تلفونها بس اسرع واحده كانت هي فينا واكثر واحده تطول انا كان يدق علينا ابو شهد هو يعني بابا كان اي معنا بالعراس هو لازم يكون معنا فكان يدق علينا يلا خلصتها واحنا يعطونا غرفه خاصه نجهز فيها بمكان قاعه اللي مسوين فيها العرس او الفندق اللي مسوين فيه العرس فيعطونا غرفه خاصه على اساس نتجهز ونحط اغراضنا وكذي فكنا نحط ميك اب هناك هي قبل العرس ب 5 ساعات تقريبا ناخذ ساعتين نحط ميك اب ونتجهز ساعة نشيك على المايكات وكذي يعني نص ساعة بس نسوي بروفة مع إذا في أغنية جديدة أو شيء مع العازم فكنت أسوي لهم باف هالكذا المرة قلت حق شوك سوي لي باف سويت لي مسكين الباف العادي الطبيعي قلت لها لا بعد عشان أنا أنزل على كيفي فسويت لي يا لهني وأنا طالعة قلت لها إيه تمام تقول لي مسك ترى عالي الباف أقول لها لا تمام كذي حلو وإحنا طالعين عند العازف شو اسمه علي كنا نسميه علي العازف فاحنا طالعين يطلع برا الكاميرا خلت ورا واحنا طالعين عند الحاسب طالع يقول مسك شو قلت له ليش شنو يقول لا وايد فوق يعني يقول لي شو قلت له لا ليش مو عادل ان شاء الله انزله ولما اسوي لما الشوق تكون مشغوله او شيء وانا قاعد اسوي احنا نخاف ان مسك تسوي انا نخاف والله مسكينه تبكي بالشاور ساعه على تبط بالشاور والله ماكو بلسم زيت ما يتبطل هذا يعني بف مدى الحياه لا شو اسمه هذا حسن العازف حسن إيه كان كان عازف قبل عازفنا علي الأخير كان علي إيطاليا هي علي إيه طبعًا طبعًا علي هذا عازفنا عازف الأورج وهو يحب إيطاليا وايد فكنا لما لنسقنا بنحرة أو شيء كذي نقول إيه راح إيطاليا ما فاز وطبعًا ساعت على إيطاليا بعشون على إيطاليا بوز إيطاليا فيقول والله أهد العرس وأطلع وصدق يطلع تعال من صدق قاعد تغشمر يعني يقول طبعا قبله كان في عازف اسمه حسن وايد ويعطيك العافيه كان راح اذا بدايات شيء ما ادري إيه. بس هو كان معنا في بداياتنا وكان يدربنا كنا نسوي بروفا بالبيت بعدين اعراس معنا فكان معنا فتره يعني بس بعد كم عرس كنا قام يخور قام قام يطلع لنا فنتك شيء يعني ياخذ راحته وايد وايد كنا قاعد نغني فجأة مش مدمجين فجأة نسمع صوت يعني مثلا تخيل قاعد نغني اغنية راشد الماجد ايه؟ مثلا مشكلي او اي شيء ايه؟ مشكلي حبك يا رب شوية نسمع صوت موسيقى مخماس يقول غلط احنا قاعد نغني غلط وقاعد نسمع طبعا اوكي كلنا نحب كرتون مخماس بس انت قاعد تسوي اوكي وهي مشهوره والاهالي يحبونها بس احنا بالعرس والعروسه قاعده وخمات جن جن ما شو يسوي موسيقى عشان مره غدر فينا وسوى لا قلنا له شنو قلنا له العروسه واهل العروسه قالوا لنا لا تسوون هالعزف لان مو راضين يعني ترى مو صدق هذا احنا مو صدق العرس هذا اللي جايين احنا طلعنا احنا لا لان بال شو اسمه بال لما نتدرب البروفات ايه شنو تسوي شنو كنت اسوي فيكم
نغني انا وشوق هذا بالبروفايد مو بالعرس يعني كنا نقعد بالبيت نتدرب كل يوم ساعه ساعه يعني مثلا للحين طبعا هذه اغنيه مسك لازم تفتح العرس بالحين احبها صحيح. لازم يعني لو احنا نحب العرس كان الحين غنيناها اي إيه بس كل ما نغني الاغنيه العرس يطلع حلو صدق نفتتح الاغنيه مع ان الاغنيه قديمه الحين صار لها كم سنه بس كل ما نغني الاغنيه اول اغنيه صدق العرس كنت فالمهم اغني للحين احبها ولاني قالوا وقاعدين هذا هذا بالبروفه بالبروفه اي فجاه في شيء ناقص يعني ثلاثتنا نغني مع بعض احنا ما بعدين نغني فشوي شوي شيء ناقص نلف ولا مسك يعني خدعتنا عشان نشوف انا شو قاعدين نغني ولا فتسكت تسمعنا قاعد تشوفوا قاعد يغنون صح ولا لا فيقولون انت شنو قاعد تخدعين يعني انا قاعد تخدع شو الخدعه هذه يعني او مثلا ايش اسمه نكون قاعد نتدرب اوكي وخلاص ملوا تعبنا ومسك وايد دقيقه لا عيد ولا غني عيد ولا غني كنا نتهاوش ايش كثر وشوق مستعيله وانا بس بخلص وبروح وانه طبعا شوق لازم كله معارضه وشهود عادي اي شيء معاكم بس انه تبتنا علمني يعني ايش وقفوا الحين هو قاعد حن علينا صوروا ويقول لنا بسرعه لانه بتسولف بعد خلوا الناس يشتاقوا لكم شو اخروا خلنا نسولف انا لحظه يا جماعه الخير شلونكم شو اخباركم طبعا ادري اشتقتوا لي ولا تبون تشوفون هم يسولفون يعني المهم ادري انكم مشتاقين لي خليتهم يسولفوا لكم شويه عشان تستانسون تفرحون تسمعون اشياء جديده وتشوفون وجوه جديده كلها وجهي مشعر هذا راح اشيل اللحيه عشان ترتاحون مني واذا عجبتكم الحلقه والحلقه اللي قبلها بعد زيدوا لايكات لا تعطوني 1000 حاولوا تزيدون اكثر توصلون اكثر عشان اعرف انكم اكيد تبون يكملون يسوون لكم حلقات ويسولفونكم يسولفون عن مواقف يسولفون عن اي شيء حابينه انتم فلا تنسوا اللايكات والسبسكرايب ونشروا الفيديو كثر ما تقدرون نشوفكم ان شاء الله يوم ثاني هلا 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 انت كم اكثر شيء توصل فيديوهاتك لايكات لا يعني مثلا مشاهده او لايكات مشاهده وصلت 500,000 فيديو شهر حلو اي ولايكات 1000 يعني اذا سووا لايك على هالفيديو 5000 كذي نقول مثلا ما ادري يسوونها ولا ما يسوونها صعبه اذا سووا 5000 على هالفيديو راح نقول لكم فيديو اللي جاي مواقفنا مع الفنانين مثلا صمود هي عبد السلام هي شعيبي عبد الله بشهري ومواقفنا اللي تصير اللي ما تشوفونها بالمسلسلات مثل مسلسل بنات الثانويه كواليس كواليس اذا وصلتوا هالفيديو 5000 لايك توصلون يا جماعه والله انا واثق فيهم بس للحين ما سووا لي 5000 لايك يلا عشانهم هني واذا تبي تعرفون تشوفون سووا 5000 لايك نشوفكم ان شاء الله حلقه متى حلقه بعدين يعني بعدين يلا سلم عليهم لا قولوا سلم لم سلم لم يعني شيء انا مقبل صادق يلا اعطيكم العافيه يعطيكم العافيه اذا استمتعتم بالفيديو لا تنسون تسوي لي سبسكرايب ولايك وتضيفوني على حسابي بالانستغرام يعطيكم العافيه